السلام عليكم متابعين قناة مروى عبد العزيز. أنا اسمي لارا الجماعة. وأنا اسمي ألين الجماعة. رجعنا لكم اليوم بتحدي جديد، اللي هو أن عندنا بوكسين وكل بوكس عليه ورقة جات لنا أوامر وحنا لازم ننفذها. ويلا والحين جهزتنا مروة أشياء وحنا ما ندري وش، وتحرشنا أنا وياها مين اللي يبدأ أول واحد. طبعا أنا قلت أبي أبدأ بس على كف أمك الدينو. ها يلا يلا واحد حجرة ورقة وقص 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 خلاص عاد خلاص. أوكي لارا ابدأ. يلا بسم الله بسم الله. إيش هذا؟ كراسة. ها هاي الحمد لله اني ما بديت. صح صح صار عضي دصايق. ارسمي الكوسة خلال دقيقة. انا احسب التحدي ان ناكله، انا احسبه ان ناكل الجي كله، بس الحمد لله اني ما اخترت اول. يلا صور 1 2 3. لا ايش ذا الرسم؟ كوسة ذي كوسة ذي. الكوسة ايش ذا الكوسة؟ ترى هي مو فنان في الرسم ترى. وش ذي الكوسة؟ هذا تاج ولا وش؟ مو فنان، ذا تاج صار تاج كوسة. تسلم لي هالضحكة، تسلم لي يضحك. لا صار 30 دقيقة. والله والله لا صار 30 دقيقة. قلت له دقيقة أنا عد. تحلي وردي. أنا أبغى. أوه ماي جاد. أطلع لها فستق. كاجو كاجو. صفر. كيف كاجو؟ فستق. أبغى تأكل حبة. اقشري الفستق خلال ثانيتين. طلع لها سؤال، قشر الفستق خلال ثانيتين. يعني شلون 20 دقيقة؟ يعني تتفك كم حبة؟ كلا على كم دقيقة؟ أكيد تخسر ثانيتين. يعني شلون أحب يعني 1 2؟ إيه لا والله أكيد بخسر. أنا أكيد بخسر. 1 2. لا لحظة 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 الوقت. يلا قشري. يلا خلص خلص الوقت. ورحمناها اوكي، وراح نعطيها 10 ثواني. قلت اني جوعانه، قلت عشان اكل كادو فستق اول شيء. يلا 1 2 3. وطبعا معروف هي تبدأ لأن هي حاجة مقطعة. يلا بسم الله بسم الله. طيب موافقة لي. هي 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 ها ها ها. وش جايبين الليمون ليه؟ لحظة لحظة لحظة. هي عشق الليمون عشان كذا. ويي زي تحدي شكله. بسم الله بسم الله بسم الله. أعصر الليمون وشربين خلال دقيقة. أي كم ليمونة؟ كلها كلها. لا مروة معنا انت فاهم مثل ما سمعت يا لين. لا يلا يلا دقيقتين. والله التاجر القوانين والأنظمة. دقيقتين مروة قبل. لا لا انا ما والله والله ما لا 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 اصبري اصبري وقفي. لا ارين ارين لا بقطعها. كم ثانية مسكر ذا مروة تكون لا 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 تاكلها تاكلها صح؟ يا مروة يا مروة تخبتها كلها. كم ثانية؟ دقيقتين.
ساعه. الا والله مروه ما راح دقيقتين. ولي ساعه. لا مروه ما راح دقيقتين صح ولا لا؟ إعادة الكونديشن. صدمة كبيرة. يا ولدي ما خلصتي، ما خلصت الثانية. والله ما اخليها، والله ما اخليها. وطبعا الحين دوري، ان شاء الله ما اكون زي لارا صدمة كبيرة. بسم الله. يلا افتحي. يس. هذا وش كركم؟ ولا بهارات؟ كاري. كاري وش كاري؟ ما اعرفه. كاري باحسن والله طعمه مره حلو تصدقين. انا عارفه يعني طعمه زي الحين. خذي ملعقه كادي او ارقص. خليني اقرا لك. خليني اسوي. خذي ملعقه كادي قاعد برقص لك صيندية. لا الا الا في لك صيندية. لا لحظه في عطتها سهل. قايلات لكم حظي زي بنكتة ولا التالتة. خلاص عاد اوفر كذا. يورا اوفرت صدقة، يورا اوفرت صدقة. والحين طبعا جاء دوري. طبعا انا كل حاجاتنا صعبة. اوكي بس او سهلة يمكن صعبة ولا سهلة. كلنا كورونا وكورونا هذي فوق وكورونا وكورونا وفستق شلون؟ لا رش في ورقة. تفصلين المكرونة عن الفستق خلال 30 ثانية. وأنا مغمضة. أوكي. شيلي. جوا معادي ما ادري كم دقيقة. خلصت. لا تقولوا 40 ثانية سمعتوها ولا لا؟ خلصت. دمها غشت فتاخذ سكين. قايلت لي تتحداني. تنقر قر قر. ما غشيت. والحين جا دوري. بسم الله. بسم الله. مروة. افصلي وش لا تقولي انك تاكلينها. لا تقولي تكفى. افضلي يا بني شلون يعني صفار ايش؟ صفار ايش؟ الصفارة شفتي الاصفر اللي جوا البيض؟ اي اي لحظة خليني اقرا. افصلي البيض عن الصفار خلال 30 ثانية. يعني شفتي الابيض الشفاف هذا؟ ايه تحطينه بجهة وشفاف الشفاف في شهر 30 ثانية. لا 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 ادعمني ادعمني وفكني من الدنيا. ادعمني وفكني من الدنيا. طبعا الحين الجولة هذه كلها صفر. والحين جولة الرابعة. فكالعادة انا راح ابدأ. بطاطا. لحظة انا ما فهمت الا هذه القشاره. قشرها صح. حوالي 30 دقيقه. لا دقيقه عاد. وين 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 السؤال؟ لحظه السؤال لحظه خليني احطها.
سؤال وقشر سؤال. التحدي هو قشري بطاطس قطعيهم خلال دقيقة. مروة زودي. لا دقيقة دقيقة كلها. واحد اثنين ثلاثة. صح كذا الجهة ولا العكس؟ يعني لارا ما شاء الله طباخة ماهرة. انقلب عاد مو وقتس. صح كذا؟ لا كلها كلها. خربانة. لا قلت لي تتعلم اليوتيوب. ظاهر اني مفيش فايدة. النتيجة اللي طلعت معي. أشوف أشوف. هذا عادة في فيه بيتزا. ماما تسوي لي. الورقة. ابعد عني تكفى. شو يعني اخرجي 3 ريال؟ اللي ما كتبت ما كتبت لمدة كم؟ لا 40 ثانية. في شيء ثاني لا في شيء ثاني وين الباقي وين الباقي بس 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 ثاني كم خمسة إيه طبعا حين الجولة الخامسة شو حقي بتعرف صار زي أخو اسمه آخر فصالة كوسة 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 أهلا أقول خرسة قرفة ثانية الله بسمع ثلاثة راح ثلاثة احفري ثلاث حبات كوسة خلال دقيقة مروة واحد نعم دعم مروة مش تقطيع لا رلاخرة الحبة يا ماما هي تطلع واحد بتفرش يعني معاها جيش تايد هي تطلع أطلع. ماما هي تطلع اكلت لكم العالم ياي رينا الكشف سري انت خلاص يا اساسا طلعت وقتها الوقت طب ماما ماما كم هي عندها نقطة ثلاث وانا نقطة أكيد ولا كذا أنا فايزة إذا خضت النقطة بيصير لها اثنين يما لا دجاج مع سمك مع إيش هذا؟ إيش هذا خروف؟ خراي كم عظاء كم عظمة بجسم الإنسان؟ مليون عظمة السؤال هو كم عظمة بجسم الإنسان؟ أنا هنا أكتشف ولا شلون يعني أكتشف الإنسان ولا أكتشف هذا أنا مو إنسان هذا أكل أنا مو إنسان لا تقول غشاشات ببحث هذا أول يا حسب أسوي أي والله لا ماما عشرة غشاشين والله ما يصير مروة ما يصير لأن ماما غشاشاتها قالت لها 10 عظمات طبعا بكتشف اكتشف ال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة الحين ألين صح صفر لا هنا واحد صح واحد أنا ثلاثة صح لو فزت في الجولة بيصير لها لا 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 كمان لو فزت أنا في جولة كمان جولة يعني جولة لا تعال أقول لك مروة سمعتي؟ بسم الله عشان الجولة لحظة نفتح واحد اثنين ثلاثة خوار وشو خوار زي اللون شوف
أحس إن أنا بتفلى في وجهي. لا أنا أكثر، بس ما أصير أخش عشان لارا. عادي أساسا لنا فايدة. واحد، تو، ثري، أكشنز. شنو هذا؟ شو معناته يعني؟ أخري عن وجهي. يعني أنا باكل. واحد، اثنين، ثلاثة. ثلاث حبات، حبة حبة، الحبة زايدة هذه ما نبيها. واحد، لا سوري، واحد، ليش هذا؟ يلا ثلاثة. يا 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 يلا الفايزة يا حليلة باجي احصل لك العقاب. لين نجيب الطحين. الله 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 الله. ارقصي ارقصي ارقصي، كملي رقص كملي. اعطيني اعطيني. الله يعينك، ما ادري شو العقاب. استشهدي. حسام لونك كفته. عقابها عقاب اليم. سماح النهايه. اوكي بس بيتزا بربواني، بيتزا بربواني. مشتهر يوم بيتزا في اكل ما تتصور. يا ماما والله طلعت صبغة حلوة. وفيها